السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عبد اللطيف سعيد. الفيديو ده هيكون فيديو مختلف شويه لان ناس كتيره طلبت مني ان انا اعمل فيديو سيت اب، فيديو ان انا اوريكم يعني المظهر بتاع الاوضه، بجانب ان انت ازاي تقدر تعمل سيت اب عندك او مكتب عندك للتسجيل او استوديو وخلافه. ده اللي ان شاء الله هتكلم عنه النهارده في الفيديو. واشتريت فعلا المكتب وده اللي هبنيه قدامكم، وهظبط كل حاجه في الاوضه يعني عشان برضو ايه تشوفوا كل حاجه والاوضه عامله ازاي. عموما عشان ما اطولش خليني دلوقتي اعرفكم على الاوضه حاليا شكلها عامل ازاي. يلا بينا. هنا ده انا عندي شكل المكتب او الاوضه حاليا، يعني المكتب جايب زاويه زي ما انتم شايفين، تمام؟ هو الصراحه كويس، المكتب قوي جدا معايا وكل حاجه، بس لو انت تشتغل على شاشتين زي ما انت شايف هنا، مثلا شاشه هنا وشاشه هنا، الموضوع هيبقى صعب جدا بالنسبه لك في مكتب بزاويه زي ده. بجانب برضو ان هو واخد عندي مساحه من الاوضه، يعني انا الاوضه عندي صغيره، بالتالي انا محتاج ان انا يكون عندي مكان اوسع، بالتالي انا جبت يعني ترابيزه اللي هي مستقيمه، يعني ترابيزه مستقيمه يعني بمساحه الحيطه، انما الزاويه دي مش هتكون موجوده باذن الله، لاني انا ولا عارف استفاد من الجزء ده ولا عارف استفاد برضو من الجزء ده اللي تحت الشباك. بالتالي عشان كده انا اشتريت اللي هي الايه الترابيزه المستقيمه اللي هي دي، وهبنيها معاكم باذن الله. يلا بينا، خلينا بس نطلع الحاجات دي بره الاول عشان نعرف نشتغل. خلصت، هو ده المكتب، قوي جدا بصراحة ومحترم. نيجي بقى للخطوة التانية، وهو ان احنا هنشيل الكمبيوتر ده بالكامل، هنفكه ونشيل الترابيزة، بعد كده نقوم حاطين الترابيزة التانية ونعيد ان احنا نحط الكمبيوتر مرة تانية. فيلا بينا، في شغل كتير النهاردة. ازيكم يا شباب؟ النهارده ده اليوم الثاني. انا الصراحه امبارح ما قدرتش ان انا اصور بقيه اللي انا اظبط المكتب وبتاع، لاني عندي الكاميرا وقفت وهي بتسجل، ونسيت ان انا اشغلها تاني لانها الليمت بتاعها 30 دقيقه. بجانب برضو كنت متشغل قوي في ان انا اخلص الحاجه قبل ما الليل ليل، فبالتالي انا خلصت المكتب. تعالوا نشوف المكتب مع بعض. ده الترابيزه الجديده، ترابيزه بسيطه جدا زي ما انتم شايفين. انا عندي الكيسه محطوطه في الارض، لكن انا اشتريت زي ما تقول كده حاجه برضو هحطها، احط فيها الكيسه او احط فيها الكيسه، فانا دلوقتي هبنيها او هركبها يعني، وانا معاكم دلوقتي في الفيديو، واتمنى من الله ان انا اركبها لاني اول مره اركب النوع ده من الحاجات دي، فمش عارف الصراحه هتظبط معايا من اول مره ولا لا. بس يلا بينا عشان اوريكم الشكل النهائي للمكتب هيكون عامل ازاي. ازيكم يا شباب؟ في البداية انا بعتذر ان انا بصور بالكاميرا الامامية الخاصة بالتليفون، حتى مش مركب الميكروفون، الميكروفون بتاع التليفون على طول، فاعذروني لو في ضوء يعني او هواء لاني انا فعلا مشغل المروحة. طبعا شفتوا في بداية الفيديو انا يعني عملت الترابيزة وظبطت الاوضة عندي وكل حاجة. تعال بقى دلوقتي نبص بصة بعد ما انا خلصت ايه ظروف المكان اللي انا هسجل فيه. يلا بينا، خلينا نبدأ في البداية واحنا داخلين باب الأوضة عشان تكونوا على ايه على اطلاع بنا نعمله. تعالى بس نقفل الباب عشان ايه
ايوه مفيش حد يزعجنا. في البداية زي ما انتوا شايفين ان ده المكتب عندي، عموما زي ما انتوا شايفين ان دي الأوضة عندي، تمام. هنا ده المكتب الجديد اللي انا وريته لكم في الفيديو اللي انا بنيته، طبعا هتلاقي محتوياته. وعندك هنا برضو الترابيزة القديمة عملتها كترابيزة الكاميرا زي ما انتوا شايفين الكاميرا، تمام. ده ميكروفون رود على اساس ان انا اقدر ان انا القط الصوت. بعد كده هركب الميكروفون التاني الاساسي اللي هو الزوم على اساس ان انا اقدر اسجل منه. ده الميكروفون الوايرلس جو، ده حاجه كده بحطه ورا ظهري احيانا. ده تلفزيون ركبته جديد وتقريبا ما بستخدموش خالص نهائي، تقريبا من ساعه ما جبته ما فتحتوش ولا مره غير مره واحده بس يوم ما جربته. بس يعني انا جبته على اساس ان انا لو حبيت في المستقبل اعمل شرح ليكم يعني، تمام. تمام، تعالوا بقى دلوقتي. اتنين سوفت بوكس، كل سوفت بوكس كل واحد فيهم حوالي 4 لمبات. تعالى على الترابيزه. طبعا هنا محتويات الترابيزه، الترابيزه دي اللي انا عملتها يعني الجامبل بس بيتحرك كتير معلش، فنتحكم فيه بالماوس. عندكم هنا زي ما انتم شايفين ان ده الترابيزه، الترابيزه طبعا فيها يعني ايه الرجل بتاعها حته حديده وحديده، وانا راعيت ان انا اجيبها بالطريقه دي على اساس ان هو يكون في براح في رجليا بدل الحركة القديمة دي اللي هي كانت جاية بزاوية وشاشتين بالظبط قدامي، كان الموضوع متعب. فبالتالي انا اضطريت ان انا اجيبها بفتحة كبيرة كده تحت، تمام. طبعا دي برضو اشتريتها جديد على اساس ان انا اخلي الكيس عليها، لان انا مرضتش اخلي الكيسة في الارض زي ما شفتوا في الفيديو اللي انا كنت قعدت ابني فيها. قعدت يعني قعدت معايا حوالي ساعتين انا اعملها، لاني اول مرة الحقيقة صراحة اعمل او اركب حاجة زي كده. فبالتالي فضلت ورا المانيوال لحد ما انا قدرت اعملها. دي الكيسة بتاعتي، طبعا محتوياتها معروفة يعني انا عملت عنها ريفيو قبل كده، بس خلينا نقول تاني. الكارت RTX 2070 سوبر، البروسيسور رايزن 5 3600 اكس، المذر بورد اللي هي MSI 500 اكس 570 جيمنج برو، الرامات اللهم صل على النبي 8 الرامات 16 جيجا على ما اتذكر، والله ما فاكر الرامات 16، 3000 هرتز، عندي ليكويد كولر من شركة اسمها يا ربي اسمها ديب كول، اسم الشركة ديب كول مش متذكر والله. وبس مفيش اي حاجة تاني صراحة. الكيسة من كولر ماستر ناس اسمها برضو فمعلش يعني، بس يعني ايه كيسة عادية يعني، تمام. هو ممكن يكون بس اللي فيها الكارت والبروسيسور، انما الاغلب العادي يعني. ده درع ال100000 بتاعكم، وانا طبعا دي صورة كانت عجباني الصراحة جبتها. عندي هنا الضرفه دي طبعا يعني، او النمليه دي الصراحه مش عارف اسمها ايه بالعربي. النمليه دي فيها حاجات تقريبا كتير يعني، اول حاجه وهو اني فوق مبهدل الدنيا خالص وحاطط فيها مليون حاجه زي ما انتم شايفين، البهيه والحاجات اللي انا ما بقتش استخدمها والكتب والكلام ده كله. لو احنا فتحنا الضرفه الاولى هتلاقوا ان هنا في كافه الكراتين للحاجات اللي انا جبتها، اللي هو الحاجات اللي هي الايه المنتجات. في بعض الحاجات جواها لسه موجودة يعني، في جواها او جواها بعض الحاجات لسه موجودة في الكرتونة ما طلعتهاش يعني. هتلاقي عندك بقى كراتين ميكروفونات ومش عارف ايه والكلام ده كله. لو احنا رحنا للتاني هتلاقي عندك ان هو فاضي نسبيا، دي فيها شوية اوراق مهمة مخليها متعلقة بالسفر وكده. وده بقى اللي هي الايه العلبة او الصندوق بتاع، ده الصندوق بتاع المعدات، تمام. وده الستاند بتاع التلفزيون اللي بتاع، بس انا معلقه في الحيط فبالتالي ايه ما بقتش استخدمه يعني. انا طبعا بقى شويه حاجات شخصيه بقى زي اللمبه، احيانا بغير بين اللمبه دي ودي، تمام، عشان دي ابيض احيانا بستخدمها في اللايف. النضاره بتاعتي مش عارف ايه 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 الكلام ده كله يعني، شويه حاجات شخصيه. ده برشام صداع، بص تلات انواع من برشام الصداع، لان انا عندي صداع مستمر للاسف، تمام. نيجي بقى للخلف وهو كالتالي. دي المكتبة، طبعا المكتبة كلها مبهدلة، المفروض اساسا ان المكتبة دي ما كانتش في حسباني بس هي جت وخلاص. المكتبة دي فيها اول حاجة الرف، بعض الكتب اللي انا بقراها، تمام. الكتاب ده من الثانوية، الكتاب ده من الثانوية اللي هو القرآن الكريم والتفسير والميسر بتاع الامام محمد سيد طنطاوي، كان ايامه على شيخ الازهر، فشوف انا بقى من قد ايه قديم يعني ايام الثانوية. فالكتاب ده عزيز قوي عليا، لان الصراحة مش هتلاقي الكتاب ده تاني يعني، لو احنا جينا افترضنا يعني مش هتلاقيه هنا في البرازيل، لان ده فيه تفاسير عميقة قوي بالنسبة للقرآن يعني، بالنسبة للتوضيح وكده. فالكتاب ده عزيز قوي عليا يعني. هنا عندي بقى بعض الكتب التانية بقراها في الوقت الحالي عن العقل البشري والحاجات دي كلها، سوبر سليبرو. هتلاقي عندك هنا
في بعض الحاجات القديمة زي اللي هو ويندوز، ويندوز أصلي، بص ويندوز مايكروسوفت أصلي قديم ده، بس يعني أنا بستخدم ويندوز مايكروسوفت، ما بقتش استخدمه، بقيت بستخدم 370. هنا بقى الميكروفون الأساسي اللي أنا بستخدمه، فهبتدي بقى أظبطه على المكان الجديد. عندي هنا طبعا دي العلبة بتاعت جوزمو والميكروفون اللي هو الوايرلس جو. هنا عندي بعض الهاردات القديمة اللي لسه مظبطهاش مع حاجات الكاميرا. طبعا هنا دي علبة تانية جواها كام حاجة كده، الكراكيب بتاعتي يعني، كل العلب او الكراتين دي بقى هتلاقي عندك جواها ميكروفونات، سلوك بتاع، بلاوي زرقاء سعادتك يعني. تمام، هنا نفس الشيء برضو، هتلاقي عندك هنا برضو شوية حاجات ككوابل وبتاع والكلام ده كله وحجارة والكلام ده، ف برضو هنا نفس الشيء. ده عندي التليبرونتر، انا يوم ما بستخدمه بطلعه وبركبه على الستاند، يوم ما بحتاجهوش بسيبه. فاوب اوب 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 جنبه، ايه اللي حصل له؟ تمام، نفس الشيء هنا هو برضو بعض السلوك وحاجات، بس دي كركبها اعلى شوية لان يعني دي فيها كركيب بالحيل شوية. تمام، زي ما انتم شايفين سلوك وبتاع. نفس الشيء برضو ده، وطبعا صندوق اللي هو الصندوق بتاع المعدات بتاع اللي تحت اللي هو الصندوق الاساسي. دي مكنسة، دي مكنسة وبلاور في نفس الوقت، يعني دي مكنسة من قدام والهواء اللي بيطلعه من ورا انا بستخدمه كبلاور، يعني حرفيا ده اقوى من البلاور نفسه لانها من شركة بلاك اند دايجر، فحرفيا يعني ماركة نظيفة جدا وقوية جدا في الاستخدام، يعني اتنين في واحد يعتبر، مكنسة وكمان بلاور، صراحة خرافة. هنا طبعا عندي بقى ده صندوق المعدات بتاعي، تمام، اللي هي الحاجات الاساسيه اللي انا بستخدمها بقى في الايه البناء والكلام ده كله، والايه الحاجات اللي انا بستخدمها دايما يعني. بس تعال نتكلم شويه بقى على السيت اب او المكتب اللي انت حابب ان انت تعمل عليه او تبتدي بيه. بص يا معلم، انت مش مطلوب منك ان انت تروح وتجيب مكتب خرافه وكبير وكبير والكلام ده كله، لا، المكتب ده 1.5، تمام، في طول 70 سنتي، يعني ده متر ونص، 51 في 70، تمام، اكتر من كافي ليك بالنسبة لك او بالنسبة لي او بالنسبة لغيرك. تمام، حتى لو انت هتستخدم 3 شاشات هياخد معاك 3 شاشات مستريح، ده اول حاجة. تمام، فالمكتب ده يعني لو انت قدرت ان انت تعمل او تجيب مكتب بسيط زي ده تماما وتستخدمه في مصر، ده اول حاجة. تالت حاجة، وهو ان انت حاول تلعب في الاضاءة شوية، يعني لو انت عندك الحيطة ابيض اكسر اللون، انا عن نفسي عملت كده وفعلا كسرت اللون، هتلاقي عندك ان هنا ده جاي اخضر شويه وهنا رصاصي، يعني هنا عندي اللون رصاصي وهنا عندي اخضر او اللون قلب على اخضر سنه، فانا لعبت في الاضاءه خليت الحيطه دي بدي اخضر، تمام، او رصاصي سوري معلش، والحيطه دي بالشباك اخضر، بالتالي دي نقطه مهمه قوي عشان ايه لما تيجي تلعب انت بقى بالاضاءة بعدين الموضوع بالنسبة لك هيفرق جدا. زي ما انت شايف الاضاءة بسيطة جدا، انا عندي فوق مروحة اللي هي مروحة فيها هنا لمبتين، تمام، وادي الريموت بتاع المروحة، انا ما بحبش التكييف فبالتالي انا افضل المروحة وانا من عشاق المروحة، طب عشان كده انا مخلي الايه او جايب مروحة سقف مع لمبتين، بس اللمبتين مش مكفيين فبالتالي انا بقيت استخدم سوفت بوكس زي ما قلت لكم، مع إضاءة خلفية اللي هي الأباجورة، مع أباجورة تانية أو اللي هي الأباجورة دي أو البتاعة دي، تمام، ضربة لون كده أصفر حلو مع دي، بالتالي أنتوا بتشوفوا الإضاءة اللي في الخلفية ورايا. أحيانا أنا بستخدم إضاءة الشارع، إزاي إضاءة الشارع؟ هقول لك، لو أنا دلوقتي مثلا جيت فتحت الشباك، طبعا الشباك عندي إيه؟ يعني عذورة على الضوضاء، ده شباك مانع للإزعاج أو شباك يعتبر اسمه يا ربي منع للضوضاء. الشباك ده انا عامله مخصوص للاوضه ان هو يقدر يتحمل صدمات يعني موجات الطائرات، بمعنى ان لو انا في طياره عندي جنب البيت ومشغل المحرك بتاعها، لو انا قفلت الشباك ده ما اسمعهوش، بيمنع الضوضاء تماما بنسبه 100%، عامله مخصوص عشان خاطر التسجيل. هنا عندي ده الكرومه، الكرومه دي انا بستخدمها لما انا مثلا يعني احيانا بحب ان انا اصور ورايا في الخلفيه كروما، فبالتالي او انا حابب اشيل خلفيه من ورايا او حابب ان انا اعمل شيء مخصوص في دماغي، فبالتالي دي كروما انا عملت عنها فيديو قبل كده. مفيش اي حاجه ثانيه خلاص اتكلم عنها، تقريبا كلمتكم على كل حاجه في الاوضه. اتمنى ان يكون السيت اب بسيط جدا، والله مش غالي، السيت اب يعني رخيص جدا،
مش حاجة عملاقة يعني، مش حاجة غالية، وأي حد يقدر إن هو يعمله يعني. تمام، فزي ما قلت لكم الموضوع مش مكلف، فقط اللعب في الإضاءة. تمام، حاول بس يعني إن أنت يعني تركز شوية إن أنت بس يعني تدهن الأوضة بتاعتك أي لون، تكسر اللون الأبيض مع إضاءة بالمنظر ده. تمام، وبس خلاص، مكتب بسيط جدا مع مكان هتحط فيه الايه الكيسة، او مكان هتظبط فيه يعني المظهر العام، وبس خلاص، لا اقصر ولا اقل. كده انت عملت يا معلم احلى سيت اب. اتمنى من الله ان يكون الفيديو عجبكم، وبعتذر لو الفيديو ممكن يكون غريب شوية، ويعني مش طبيعة الصراحة ان انا يعني اعمل فيديو عن الحاجة اللي عندي، حاجتي بسيطة جدا زي ما انتم شايفين، بس في النهاية الناس طلبت مني فعلا كتير اوي والله ان انا اعمل فيديو عن السيت اب، ورغم ان انا كنت محضر الفيديو ده من زمان جدا، بس انا انتهزت الفرصه ان انا فعلا عملت المكتب عندي، او المكتب الجديد ده. تمام، مع الترابيزه القديمه عملتها كمكان للتصوير والكلام ده كله زي ما انتم شفتم. وبس ده مكان التصوير عندي، او ده سيت اب. اوضتي صغيره جدا، اوضتي 2.5 في 3، يعني حاجه صغيره جدا عندي هنا، 3 في 2.5، اوضه صغيره جدا جدا، بس الحمد لله قدرت ان انا استغلها صح يعني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، سيب لي رايك تحت في التعليق، ولو وصلت لحد النهايه اتمنى ان انت تقول لي يا عم لطيف انا وصلت لحد النهايه، وليك شكر وتحياتي خاصه بشكل كبير طبعا. اشوفكم على خير باذن الله الفيديو الجاي، ومع السلامه.